وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا من القاهرة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية العميد خالد عكاشة. سعادة العميد، دعنا نتحدث عن هذا الموضوع من عدة جوانب. بداية، قطر وظفت ناقلتها الوطنية لنقل الأموال لتسليمها للتنظيمات الإرهابية. برأيك سعادة العميد، ألا يعد ذلك استغلال للطيران المدني، أو حتى هناك مخالفة للأنظمة والقوانين الدولية؟ يعني بالنسبة لهذه النقطة ولهذا المسلك على وجه التحديد يعد خرق كبير لقواعد القانون الدولي، خرق كامل، مخالفة صريحة لكل الأعراف الدولية التي تتحدث وتلزم الدول بألا يتم استغلال الطيران المدني للدول خدمة أو تعاملا مع التنظيمات الإرهابية. أيضا التعامل المباشر، وهذا الأمر ملحق بهذه النقطة، وأن دخول المسؤولين القطريين في صفقة مباشرة متكافئة الأطراف ما بين مسؤولي الدولة القطرية وبين قادة لتنظيمات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة ولحزب الله ولميليشيا الحشد الشعبي في العراق والحرس الثوري الإيراني، كل هذه الأطراف موجودة داخل هذه الصفقة السوداء التي تمت في جنح الظلام. هذا الأمر مجرم على المستوى القانوني، ليس فقط بشكله المعيب، لكنه وفق نصوص القانون الدولي يحظر على الدول أن تدخل في صفقات مع منظمات تم تصنيفها على المستوى الدولي أنها تنظيمات إرهابية. سعادة العميد، إذن ماذا عن استغلال الغطاء الدبلوماسي؟ يعني بيّنت التسريبات دور وزير الخارجية القطري وأيضا سفيره في العراق في هندسة دعم الجماعات الإرهابية، كيف تفسر هذه السلوكيات؟ يعني ربما هذا التقرير الأخير أنا أعتبره أنه كشف أخيرا ما هو مكشوف منذ البداية، منذ بداية الأحداث في الإقليم التي يمر بها الإقليم جميعه من العام 2011، وعلامات الاستفهام تلاحق النظام القطري الحالي أو نظام الأمير السابق الذي جاء ذكره في نصوص المكالمات التي كانت تتم ما بين المسؤولين القطريين وما بين قادة الميليشيات والتنظيمات الإرهابية. هذا التقرير الأخير هو يتحدث أو ينقل للرأي العام العالمي وللقادة السياسيين على مستوى العالم كيفية وتفاصيل ما كانت قطر قد انزلقت إليه مبكرا، وأنها دخلت في هذه التحالفات كما جاء بالتقرير سعيا إلى النفوذ رغبة منها في هدم استقرار الدول بصورة أو بأخرى، انحيازا إلى كل ما يهدد أمن الدول العربية بهذا الشكل وبهذه الصورة. لذلك كانت هذه التفاصيل هي كاشفة بأكثر مما هي صانعة للحدث. الجميع يعلم حجم الدعم الذي تقدمه قطر لهذه التنظيمات الإرهابية. يعني في سياق ما ذكرته سعادة العميد، يبدو واضحا من خلال هذه الصفقة أن النظام القطري وضع ثقله السياسي والمالي وأيضا حرك مؤسساته لإتمام هذه الصفقة وكان مصر عليها. لماذا هذا الإصرار القطري يبدو واضحا في هذه القضية بالذات؟ أنا أظن أن هو كان هناك رغبة لدى المسؤولين القطريين إلى توطيد علاقتهم مع هذه الميليشيات. هذا التاريخ الذي تمت فيه الصفقة كان قادة جبهة النصرة والحرس الثوري وحزب الله وغيرهم ممن اشترك في تفاصيل الصفقة كانت أسهمهم يعني في مرحلة صعود، وكان هناك رغبة لدى قطر أن تسيطر وتهيمن على قرار هذه التنظيمات وأن تحركها لصالحها خدمة لأغراضها في الإقليم. وهذا الأمر جاء على ذكر تفاصيله أيضا ليس في التقرير وحده، ولكن وزير الخارجية ورئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم تحدث عن الدور الذي انزلقت فيه قطر داخل هذه المأساة الكبيرة التي كانت
تمر بها الدولة السورية وأيضا جزء من العراق. نعم. أريد أن أنوه إلى نقطة شديدة الأهمية وهو الانزلاق. أنا بعتبر هذه النقطة هي الأهم في التقرير الذي نشر في البي بي سي. انزلاق قطر لتمويل ورعاية التطهير المذهبي ونقل ما يعرف باسم اتفاقية المدن الأربعة. أن نعلم اليوم في العام 2018 أن من كان وراء إتمام هذه الصفقة وهذا التغيير الديموغرافي الخطير الذي يتم على أرض سوريا لمواطنين سوريين أن تكون قطر هي الراعية وهي من قامت بدفع المبالغ حتى يتم هذا الأمر. أنا أظن أحد أخطر الأعراض الجانبية للأزمة السورية، وها نحن الآن نكتشف مجددا أن الأمر ليس قاصرا فقط على تمويل الميليشيات والتنظيمات، ولكنه يدخل في صلب تدمير الدولة السورية ويأذي المدنيين بصورة كبيرة. نعم. كما جاء في تفاصيل تقرير البي بي سي. إذن مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية العميد خالد عكاشة، كنت معنا من القاهرة عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك.